السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقدم لكم أسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد 9 يونيو 2024. تابع معنا الفيديو للنهاية. أولا بالنسبة لأسعار اللحم، سعر كيلو الفراخ الأبيض 91 جنيه، سعر كيلو المهات الأبيض 70 جنيه، سعر كيلو الفراخ الساسو 111 جنيه، سعر كيلو الفراخ البلدي 116 جنيه. بالنسبة لأسعار الكتاكيت، سعر الكتكوت الأبيض من 25 جنيه ل 27 جنيه، سعر الكتكوت الساسو من 14 جنيه 16 جنيه، سعر الكتكوت البلدي من 8 جنيه ل 10 جنيه. بالنسبة لأسعار البيض، كرتونة البيض الأبيض 145 جنيه، كرتونة البيض الأحمر 144 جنيه، كرتونة البيض البلدي 150 جنيه. في النهاية بشكركم لحسن المتابعة. لو عجبك الفيديو دوس لايك، وما تنساش تشترك في القناة وفعل الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.